بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وأجرا ثابتا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. رجاء استمعي إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام عن سورة إذا أنت قد كتبتها وجعلتها في إناء زجاج ضيق الرأس نظيف وجعلتها في منزلك، ماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ كثر خير هذا المنزل. وعندما يقول الإمام الصادق عليه السلام كثر خيره، ليس فقط من ناحية الرزق، بل من ناحية التوفيقات الإلهية في كل أمور حياتهم. يكثر خيره إذا لم يكن عندهم أولاد يكون لديهم أولاد، إذا لم يكن عندهم رزق يكون عندهم رزق، إذا كان أولادهم لا يحسنون الدراسة وربما يرسبون فهم ينجحون، أي بمعنى يكثر الخير من كل جوانبه في هذا البيت، يكون بيتا وجيها مرزوقا موفقا ميسر أموره، كل خير ينزل من السماء يكون لهذا البيت فيه حصة وفيه نصيب. رجاء استمع. قال الإمام الصادق عليه السلام: من كتب سورة مريم، طبعا شرط بخط اليد، شرط، لا استنساخ ولا طباعة وإلى غير ذلك، شرط بخط اليد. وغاية الإمام سلام الله عليه عندما يقول من كتب، لكي في لحظة من اللحظات تشعر بعظمة الآيات وتتدبر في هذه الآيات، وربما تستوقفك آية فتعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني الإمام من ناحية الحرص وكأنما يجبرك لقراءة القرآن كلمة كلمة لكي تحصل على الثواب وتقف عند آيات الله وتعظم الله سبحانه وتعالى في قلبك عن طريق كتابة وقراءة هذه الآيات. فمن كتب سورة مريم وجعلها في إناء زجاج ضيق الرأس نظيف، يأتي فلان ويقول، يعني أحد الأخوة في التعليقات يقول: متى كان هناك زجاج في زمن الإمام سلام الله عليه؟ يعني تعرفون جيدا مع الأسف، يعني علينا الاطلاع على التاريخ، الزجاج موجود منذ زمن الفراعنة بل قبل ذلك بكثير، يعني حتى في زمن الجاهلية يعني موجود الزجاج، يعني فهذا ليس بالأمر الذي يستحق أن نتلف وقتكم لأجله ولإثباته، ولكن يعني من علق عليه أن يقرأ، يعني لو يكتب فقط على الإنترنت متى وجد الزجاج على وجه الأرض ومتى استعمله الإنسان لكفى. على كل الأحوال، فمن كتب، الإمام الصادق عليه السلام يقول من كتب سورة مريم وجعلها في إناء زجاج ضيق الرأس نظيف فارغ لا ماء فيه وجعلها في منزله كثر خيره ويرى الخيرات في منامه، أي أن الله سبحانه وتعالى يعطيه بعض الغيبيات، يبشره بالخيرات دائما وأبدا، لا يرى الكوابيس وإنما دوما المبشرات، كما يرى أهله في منزله، يعني كل من في المنزل حتى لو نزل عندهم ضيفا لا يرى الكوابيس أبدا، إنما يرى المبشرات. فاكتب سورة مريم بورقة بيضاء غير مخططة وضعها في يعني إناء زجاج ضيق الرأس، هذا القنينة مات العصائر الزجاجية تكفي ونظيفة، وثم تضعها في مكان لا يصل إليه الأولاد، فيكثر خير بيتك من كل جوانبه، لا ينزل خير من السماء إلا ولكم فيه نصيب. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.